بلدية. توني عند بيتي يمديني أزرع. قايلين لك ياسر مشرة هديك. إيه اللي في المدرج يتفرج أوكي؟ لا تنبسط أنت وياه، قدم الغشيم والحقه. أقول لك أنت الغشيم. لا يا شيخ العب وأنت ساكت، تونا فايزين عليكم أوكي؟ انضغط بطاقية. اصلا الشرها مو عليكم، الشرها على اللي يلعب معكم. انا وياسر عندنا دوامات ولعبتكم ذي بتطول. اي والله ورانا مدير غثيث الله يغثه. انسحبت يا خوار. لا يا شيخ تخسى ننسحب. ها كمل كمل الجيم. كيف ولد عمي؟ يلا. قال ايش؟ قال انسحبت. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. يا هي قهوة تقند الراس، خذي لي الفنجان ونامت. قهوة دحين يا عمي في آخر الليل؟ إيه ما فيها شيء. لا 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 بالعافية أنا ما أبغى. الحين جهال ما هو بظهر راسي بس خذي خذي الله يصلحك. الله مرة طيبة. أذن الفجر. دوام. لا إله إلا الله. يا الله صباح خير عشان رفيه. ها خير يا بنتي ما نمتي؟ لا خير يا شرف. ايش فيه؟ من القهوة حقتكم هادي. هذا وانت ما شربتي الا فنجان الواحد. مسهرني لغاية الدحين وانت يا عمي ما شاء الله شفطت الدلة كلها ونمت. حنا نشرب الدلة كلها وننام ما فينا الا العافية. السلام عليكم. وش هي مقروص؟ ما جاء الا بعد الفجر وطلع نام ساعتين ودحين رايح الدوام. عجيب والله. إذا هذا دوامك عندنا ياسر ما عاد تنفع موظف أنت. معليش الله يحييك بس اللي ما نمت زين أمس وفيني أرق. أرق؟ علمنا متى بينتهي الأرق ولا بنجيب موظف ثاني ما عنده أرق ويعطينا عمل ممتاز. وأنت يا عامر سم وين التقارير اللي طلبتها منك؟ جاهزة جاهزة. خلاص جيبها لي على المكتب يلا. أبشر أبشر. لك ما قومت أنت وجهك. قومتك من اليوم سويت ما شفت لي وشد لك كذا. رحلة رحلة بس خلص. خلنا وديله بس التقارير. كثر كافي كثر كافي. رح. وش ذا التقارير؟ كلها غلط في غلط. يا ريتك ما كتبتها. أفا متأكد طال عمرك؟ بعدين قل لي هالحين في شيء اسمه عام 1541 يعني حضرتك مقدمنا سنين على كيف؟ هذا خطأ مطبعي. من الطابع مو مني. زين قل لي في عندنا قسم اسم الموارد البشرية. يا حبيبي اسم الموارد البشرية. أما عاد هذا طال عمرك خطأ مصبعي يعني من أصبعي أنا ضغطت على النون بالغلط. يا على أصبع العدو الكسر. اسمعني زين أبيك تأخذ التقارير هذه وتعيد طباعتها وتتأمل فيها والتواريخ وبالطريقة ذي أنا ما أقدر أقدمها. تفضل. أبشر أبشر. تفضل مكتبك تفضل. صمت العمر صمت. لا تزعل صمت. عامر عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. خير خير. وش فيه؟ في أحد يقوم واحد كذا؟ ترى أنت نايم من يوم رجعت من الدوام ودحين صارت الساعة 10 في الليل. إيش الحياة المقرفة حقتك هذه؟ خلاص ساعتين قوميني، الساعة 12 قوميني. ترى طفشت وأنا قاعدة لوحدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص روح الساعة 11 قوميني. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله جامعين كل فروض الصلاة مع بعض، ما تزعل وجهك أنت. وش أسوي يبا؟ نومي ثقيل. نومك ثقيل؟ لو في مباراة ولا طلعة مع ربك صار نومك خفيف. لكن يا وليدي الله يصلح بالك إن شاء الله. آمين. باقي صلاة العشاء. الله أكبر. يا ابوي خذوا لكم اجازه، ترى وضعكم كذا مره ما يجي. المشكله ما عندي رصيد. يعني الاجازه بفلوس؟ شوف ايش يقول ذا السبه، مو هو برصيد فلوس، رصيد اجازات. والحل لكم سنه، كل واحد فيكم يقول بعدل نومي بعدل نومي وما انتم عارفين. يا حبيبي حلها ربك، المهم بكره ويكند، خلونا نفلها يا عيال. اي والله هو بنشبع نوم، الحين قرب ورقه البلوت خلنا نلعب. يلا ياسر تعال قابلني. يلا. تعليمكم. غش ما فيه اوكي؟ صح 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 صح. العب سجل عندك قاطع بالشريه. مسوي ذي تبي تنحاش من الكبوت ها؟ ادري عليك ها، لا تهايط. صبحهم بخير. هلا والله. هذا لكم مصريين مثلي. اي والله مواصلين. ايش دراك؟ ها بد والله شفت سناباتك تجيب فطور واجيكم. حيو الفطور جاء فقته. ولا كفته. سنعنا بيت شاهي. ابشر من العيون الثنتين. لا تزود السكر. كفو والله. اوف 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 اوف. ايه قم انتو يا. اخ راسي. ليش ما حد شال السفرة؟ وش هالنوم يا عيال؟ أوه، كم لبثنا؟ وش اللي كم لبثنا انت؟ استهبل. يعني كم الساعة؟ الساعة 8. ها؟ عامر! ما شاء الله، أشوف وجهك مفقع نوم، فين نمت أمس؟ في الاستراحة. يا سلام! عشان كذا نومك ملخبط، ومع مين سهران وفين؟ تحقيق هي، تحقيق؟ أعترف، متزوج عليا؟ ما تزوجت. وين هي بس؟ افتك منس. وكمان بتقولها في وجهي بكل وقاحه؟ والله لا اوريك. ها يا شيخه. والله لا اوريك. يا ابوي اهدى يا ابوي. والله انت مكبر الموضوع. انا مكبر الموضوع يوم كامل منخمد، ويوم تاني مفرفر وهو صاحي. بدي افهم نفسي انت ايش بتاكل؟ اكلت فول الصباح بس. اكل فول ولا شيء تاني بتبلبعه؟ شكلك انت مدمن، والله لا ابلغ عنك ولا اعرفك ولا انت ولدي. اعترف اقول لك. والله ماني مدمن ولا حاجه يا ابوي، الموضوع ما فيه لخبطه في النوم بس. طيب ايش سبب لخبطه النوم يا حبيبي؟ الساعه البيولوجيه. انا اوريك يا بطل. تسمع يا ابوك؟ لو هتقول لي قول يا ولد. والله لازم نلقى حل لهالسهر يا عامر. اي صح، نحط حد للسهر ونعدل نومنا. اول حل الاستراحه ما نطبها الا كل ويكند، بعدين ترى شكوش وكفته مو بنافعين اللي انفصلنا من دوامنا. تقوله صادق يا محمد. What do you need sir? Two cappuccino. لا لا خليها اثنين عصير. اسمع يا عامر، من اليوم ورايح منبهات من بعد الساعه 6 ما فيه عشان ننام بدري. لا يا شيخ، وش نظام السبايك حقك؟ نشرب عصير وننام بدري؟ موضوع ما يمشي حيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا رب، ليه كده بس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله بالأب البطل. هلا. كيف حالك يا ابو؟ شو اخبارك؟ حبيت الكعبه هنا ابوك. الله يسلمك. شلونك طيب انت؟ خير الحمد لله. خذ لك فنجان من هدات الزين. لا لا يبقى قهوه ما اشرب، ممنوع عنها. ليش؟ منبهات، اخاف تسهرني ولا اروح الدوام. لا اشرب قهوه هنا ابوك وننام ولا بن العافيه. انا داري بس اني قلت بجرب. جرب على كيف. ما شاء الله، وش المسلسل ذا زين؟ هذا والله عجبني قاعد اطالع فيه. اجل نبغى نروح انام عشان نقوم الدوام. يبا لا يصلح. مع السلامة. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامر، اي والله عامر، في البيت والساعة 9؟
وجاي بنام، خلاص كفايه سهر، تعبت من طول السهر وانتظاره. ابي استريح اليوم ماني بسهره. اشون رابح ما يسمعس، اسمعي خذي ايبادس واطلعي للصاله شوف فيلمس، اوكي؟ ابي انام انا. حاضر من عيوني. الله يديم عليك الصلاح والهدايه يا رب، تصبح على خير نوم العوافي. اشغلتونا، ما في استراحة الا الويكند والنوم بدري، واخرتها ما كملتوا 4 ساعات الا انتوا جيتونا. طيب وش اسوي؟ من وين اجيب النوم؟ سوينا اللي علينا وما توفقنا. وش بتزينون بدوام باتر؟ الساعة 2 الحين. ما عليك ولد العم، نبي نروح مواصلين من الاستراحة على الدوام سيدة. ما دام كذا كفتة راح اجيب له رقة خل ربع. يا ورا دز هالمطبخ ذا. طلع طلع ورقة. اه ذا هي. ايه خلاص نلعب حنا الاربعة. صرف لي. تعال تعال. الحين ابي اعرف وراك جاي من الدوام بدري، ترى باقي على البصمة 2 ساعة. انا اعلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات، شو عندكم نايمين هنا؟ لا بس أبد عشان ما يفوتنا الدوام. ما شاء الله على الجد والكفاح والمثابرة. بس تعرفون كم الساعة الحين؟ ليه كم الساعة؟ علمهم، علموا المثابرين الساعة كم؟ الحين الساعة 3 العصر، احنا راجعين لبيوتنا. أما عاد الخير، وش فيكم وش فيكم انتم؟ ولا اشكالكم كذا؟ رايحين تهاوشون مع احد؟ ايش فيكم؟ لو سمحت احنا جايين قبل الموظفين كلهم، حتى قبلك انت. ها قبلي انا، زين وبعدين؟ وقلنا ناخذ لنا غفوه بالسياره لين قبل ما يبدا الدوام، واتوقع راحت علينا نومه. الله اكبر، سيناريو جميل بس ما يمشي علي. اسمعني انت وياه، انا بيني وبينكم البصمه، اذا لقيتكم بصمتوا اهلا وسهلا. ما في بصمة يعني غياب، تفضلوا. ما ياخذك انت وافكارك. عادي نتغدى مع بعض. اقول تفضلوا برا. حب بخاري. برا. سام سام. ما شاء الله، ايش قاعد تسوي؟ اشرب لبن. والله. اوكي انا عارف انك بتشرب لبن، بس من متى يعني؟ من اليوم ورايح اشرب لبن، لان اللبن فيه خماير تسبب الخمول والاسترخاء مما يجلب النوم، علشان كذا اليوم تنجح خطتي وبنام بدري. ما شاء الله على الفلسفه حقتك. اجل بالعافيه عليك، ولا تنسى تمسح الشنب حقك. لا يا شيخه، مقهور انا ما عندي الشنب. تخيل يعني. اقول توكري بس. الحين اجيب النوم. ادب بيجي. صراحة وضعكم هذا
فيلم طويل ما حيخلص. وانا من رايي انكم تتركوا الوظيفه. لا يا شيخ، ما صدق ان نلقى الوظيفه، الحين تبينا نستقيل. طيب وش اسوات؟ حياتكم مقلوبه والنوم مسبب لكم ازمه. الحل عندي بس بشرط عامل يسويه ويطبقه. ابشر بعزك. تم.